تعالوا هاخد رأيه طبعا عشان هو اسم كبير واسم رائع، وهسأله طبعا على فريقه ومواجهة النادي الأهلي، الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسن كومباني. كابتن علاء صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل يا كابتن كريم، أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ بخير يا حبيبي الحمد لله. يا رب دايما. الأول طمنا على فريق أسن كومباني، النتائج بتتحسن رويدا رويدا والأمور شكلها كده إيه؟ الفريق هيحاول، كابتن علاء هيقدر ينقذ الفريق إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. الأمور عاملة إزاي؟ الامور ماشيه معقول يعني. طبعا نتمنى ان النتائج تبقى افضل من كده. طبعاً. ما يعني ما بنخسرش. انما في الوقت ده انت بتتكلم ان المكسب مهم قوي. بنأدي بشكل كويس قوي والولاد بيبذلوا اقصى ما عندهم. يعني بيقابلنا سوء توفيق شويه، سواء في عدم احراز اهداف وفرص كبيره او بيخش فيك اهداف اخطاء فرديه كده بسيطه. فبنحاول نعالجها مع العوده ان شاء الله. يمكن اول مباراتين المباراه المؤجله بتاعتنا مع النادي الاهلي يوم 15 ان شاء الله. مواجهه بالتاكيد صعبه جدا يا كابتن علاء، بس هتلعب مع الاهلي بدون الدوليين، ده هتبقى نقطه قوه بالنسبه لك او نقطه تديك بعض الارتياحيه؟ اكيد طبعا يعني احنا لازم نكون واقعيين. النادي الاهلي بيغيب عنه طبعا مجموعه الدوليين سواء المحليين او الاجانب. وده من خلال الخطابات اللي كانت المتبادله ما بين الناديين ورابطه الانديه، وتم الموافقه على هذا الاساس ان تتم المباراه في فتره التوقف الدولي بدون اي دوليين سواء مصريين او اجانب. فعدم وجود اللاعبين الدوليين طبعا مفيش شك ان بيفقد النادي الاهلي جزء كبير من قوته. رغم ان وجود لعيبه، في لاعبين كويسين، انت عارف النادي الاهلي يعني دايما طبعا ما بيقفش على لاعب او اثنين او ثلاثه. انما لما تيجي تبص برضه يا كابتن كريم في موجود ما اتخدش، حسين الشحات، محمد شريف، احمد محمود طاهر، صح. في عندك محمد هاني موجود، احمد عبد القادر موجود، صح. في محمد محمود، في مجموعه، في محمود وحيد، يعني الاهلي عنده تيم برضه مش ما عندوش، صح. وده سمه الفرق الكبيره يعني. صحيح. انما ما يعني ما فيش شك ان اكيد هتبقى فرصه جيده لينا ان احنا ان شاء الله نحقق نتيجه كويسه مع النادي الاهلي. نتيجه كويسه دي هدفك فيها الفوز؟ والله بنلعب كل مباراتنا للفوز. وبما فيهم مباراه الاهلي، بما فيهم مباراه الزمالك. لان زي ما قلت لك كده ان في الوقت الحالي الفوز مهم قوي. التعادل او النقطه، النقطه كويسه مش وحشه، بس كل ما الوقت بيمر لا انت محتاج الثلاث نقاط، وخاصه ان المنافسه شرسه جدا في صراع الهبوط. بالتاكيد بالتاكيد. طيب كابتن علاء، كنت فاتح موضوع من شويه وحابب استفيد من خبرتك فيه، يعني اتحاد الكوره في مقترح دلوقتي انه يقلل عدد الاجانب في الفرق، بدلا من خمسه يبقوا ثلاثه، رايك ايه في الاقتراح ده؟ والله هقول لك بكل صراحه يا كابتن كريم، انا شايف ان هو اقتراح جيد جدا وهيخدم كل الاتجاهات. بمعنى اولا التكلفه على الانديه هتبقى اقل. يعني انت لما تكلف كنادي بالدولار، بتتعاقد مع لاعب اجنبي بالدولار طبعا، خمسه غير ثلاثه. دي نمره واحد. نمره اثنين، بتدي فرصه للاعبين المصريين ان هم يظهروا بشكل اكتر وشكل اكبر. فبالتالي انت بدل ما يبقى في خمسه اجانب في الملعب هيبقى ثلاثه بس او اثنين. واحنا خلي بالك يعني احنا ما شفناش نادي بيلعب الخمسه مره واحده في الملعب. صحيح. يعني ايا كان مين هو النادي، هبنشوف لعيبه اجانب وبتدفع فيهم الدولارات وبيبقوا بدلا للعيبه المصريين. صحيح. لان الاختيارات برضو احيانا ما بتبقاش محلها. فانت كنادي يا اما بتجيب محترف على مستوى عالي وياخد مكان كويس ويفيد الكره المصريه، يا اما لا خلاص يبقى اللعيبه المصريين، او لو خاصه ان انت ما بتلعبش الخمسه، ما شفتش نادي بيلعب الخمسه مره واحده او الاربعه مره واحده. اكبر نادي بيلعب اثنين ثلاثه بالكثير قوي بما فيهم الاهلي او الزمالك. فخلاص يبقى احنا نقنن الموضوع ونرجع تاني ثلاثه. واعتقد برضو حته حراسه المرمى، ان احنا لاغيين حراسه المرمى الاجانب دي افادت كثير قوي الكره المصريه، وبالتالي برضو نعملها على اللاعبين ويبقى تكلفه اقل على الانديه والاستفاده الاكبر من بدل ما تجيب خمسه بـ 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 بتكلفه عاليه، ثلاثه محترمين يفيدوا الفريق. عظيم جدا. في اقتراح اخر انه تقليل قائمه كل فريق الموسم اللي جاي 25 بدل 30، راي حضرتك ايه؟
لا يعني هي انا شايف ان دي يعني ممكن يراجعوا نفسهم فيها تاني، لان بيقول لك خمسه وبعدين خمسه من تحت السن، لا خليها 30. يعني بنشوف كل الدوريات الاوروبيه بتبقى قائمه مفتوحه، وخاصه كمان للانديه اللي هي بتبقى مشاركه في البطولات الافريقيه. صحيح. كابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايستن كومباني، انا بشكرك شكرا جزيلا.